نجمنا التاني احمد مرسي ميداليات كتيره جدا وحصاد، واحده ذهب، اتنين ذهب وواحده فضه في بطوله كولومبيا، اكيد برضو الاحساس مختلف. وصلت لده ازاي؟ والله احنا قعدنا معسكر في اسكندريه، قعدنا معسكر شهرين، كان معسكر مغلق خالص. اختارونا طبعا من بطوله الجمهوريه، عملوا بطوله الجمهوريه كان عليه اختيار، وطبعا ربنا وفقني ان انا دخلت المنتخب ودخلت المعسكر لحد ما وصلت يعني لبطوله العالم. طبعا السبق كان صعب جدا يعني، وكان في ضغوطات كتير في السبق وقبل السبق، بس يعني الحمد لله ربنا كرمني بميداليه دهب في 5 كيلو، وميداليه فضه في الكيلو، وميداليه دهب في 4 في 2 كيلو. ما شاء الله بصراحه يا جماعه، ده هو دول ابطالنا، دي الاراده المصريه اللي اتكلمنا عليها في اول حلقتنا النهارده، ان المصري يقدر يحقق بجد اي نتيجه بس باراده وعزيمه قويه.